بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فلا شك أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ودار فتن، فيها خير وفيها شر، وفيها حق وفيها باطل، وفيها متضادات كثيرة ممزوجة، فيها ملذات وفيها منغصات، فيها فقر وغنى، فيها مرض وصحة، فيها كفر وإيمان ونفاق، فيها أخلاط من المتضادات من الخير والشر. حكمة الله جل وعلا. وأما الآخرة فإنها خالصة، فأهل الإيمان في الدار الآخرة في نعيم خالص ليس معه مكدر، وأهل النار والعياذ بالله في عذاب خالص ليس معه راحة ولا انقطاع أو انتهاء من العذاب، عذاب دائم. فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة ليس عندهم منغصات ولا مكدرات ولا موت ولا مرض ولا فقر ولا أي ما يكدر، وأيضا هو دائم لا ينقطع. فريق في السعير وهو النار، ليس عندهم خلاص من هذا السعير ولا انقطاع ولا راحة، دائما في عذاب، نسأل الله العافية، لأنها دار جزاء. الآخرة دار جزاء، وأما الدنيا فهي دار عمل، ولذلك جعل الله فيها الخير والشر والكفر والإيمان والإيمان والنفاق والاستقامة والمعصية، تضادات، ابتلاء وامتحان ليبلو الله العباد، فيظهر المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق الذي يدعي الإيمان، ويظهر من يؤثر الإيمان بالله على من يؤثر الكفر بالله عز وجل، ولا يتبين هذا إلا بالابتلاء والامتحان. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والفتن كثيرة، فالمال والأولاد فتنة، قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والغنى والفقر فتنة، يتميز الشاكر الغني الشاكر من الفقير الصابر، فيتميز الشاكر من الذي يكفر النعمة، ويتميز عند الشدة من يصبر والذي يجزع ويتسخط.
ويتميز من هو صادق الإيمان ممن هو منافق يدعي الإيمان ظاهرا وهو كافر في باطنه، تميز هذا من هذا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نحن لا نعلم الغيب، نعرف الناس وما في نياتهم وقلوبهم، ما نعرف هذا، ولكن إذا جاءت الفتن تميز وظهر ما كان مخفيا في القلب من إيمان صادق أو نفاق كاذب. هذه حكمة الله جل وعلا. وكذلك الناس بعضهم لبعض فتنة، قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فيبتلي الله المؤمن بالكافر، يبتلي الله المؤمن بالمنافق، يبتلى المطيع بالعاصي، لأجل أن يكون، لأجل أن يظهر الجهاد في سبيل الله ويظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويظهر التمييز بين الناس، لا يكون على حد سواء. لا يتبين هذا إلا بالابتلاء والامتحان. فالواجب على المسلم أن يعرف حالة الدنيا وما فيها، وأن يستعد لها، يستعد لها بما يخلصه. ولا مخلص من هذه الفتن إلا بالعلم النافع مع الإيمان بالله عز وجل، مع الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف نهي عن المنكر، مع نشر العلم النافع. بهذه الأمور تكون الوقاية من هذه الأخطار. فالناس في فتنة دائما وأبدا، خصوصا في آخر الزمان تكثر الفتن، كل ما تأخر الزمان كثرت الفتن. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، طمع، طمع من أطماع الدنيا، يترك الدين من أجله ويبيعه. إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى عند الفتن. ولهذا جاء أن المؤمن في آخر الزمان يلاقي من التعب ومن المشقة في الصبر على دينه، تمسك به من كثرة أعدائه ومنازعيه والذين يؤذونه، أنه يكون كالقابض على الجمر أو خبط الشوك، يكون في هذه الفتن القابض على دينه كالقابض على الجمر أو خبط الشوك لشدة ما يلقى في سبيل ذلك. فليس نيل السعادة والفلاح، ليس طريقه مفروشا بالورود كما يقولون، وإنما هو مفروش بالمكاره. فالذي يصبر على المكاره يصل إلى النجاة، والذي يخلد إلى الراحة وإلى الملذات يهلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. النار محفوفة بالشهوات، فالذي يتابع الشهوات ولا يصبر على المكاره
يكون يصل إلى النار، والذي يصبر على المكاره يصبر على المكاره ويتجنب الشهوات يصل إلى الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ لا يكون هذا أبدا، لا يليق بحكمة الله جل وعلا حتى يميز الخبيث من الطيب. فالجنة دار الطيبين والنار دار الخبثاء والعياذ بالله. ومن الذي يميز هذا من هذا؟ الناس كلهم ظاهرهم واحد، ولكن الذي يميز هذا إذا جاءت الفتن تميز المؤمن من المنافق. لما جاء الأحزاب، لما جاء الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حاصروهم بالمدينة وانضم إليهم المنافقون وانضم إليهم أيضا اليهود نقضوا العهد الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم عند الفتن وهذه الشدة إلا إيمانا بالله وتسليما لقضاء الله وقدره، فلم يجزعوا ولم يتضعضعوا ولم يضعفوا. فماذا كانت النتيجة؟ نجحوا، فالله جل وعلا طرد عدوهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسل الله عليهم الريح التي حصبتهم، ريح الباردة الشديدة، وأنزل الملائكة توقع الرعب في قلوبهم، فاستخفوا ورحلوا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذه النتيجة، نتيجة الصبر والثبات، رد الله عدوهم بغيظهم لم ينالوا خيرا، رجعوا كما أذل، رجعوا أذل مما جاءوا. نتيجة الصبر والاحتساب والثبات وعدم التزعزع. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. اليهود الذين خانوا أيضا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم في ديار بني قريظة، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في حصونهم حتى نزلوا منها ذليلين مستسلمين. فالأحزاب طردهم الله شر طرده، واليهود أذلهم الله وأخزاهم ومكن رسوله صلى الله عليه وسلم منهم. لكن بعد ماذا؟ بعد الابتلاء والامتحان، بعد الابتلاء والامتحان الشديد الذي وصفه الله عز وجل في هذه الآيات. فالحاصل أن هؤلاء، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم
أفضل الخلق، وهؤلاء صحابته أفضل القرون. ابتلوا هذا الابتلاء وامتحنوا هذا الامتحان، فصبروا وثبتوا حتى نصرهم الله عز وجل. فالله لا يخلف وعده، وقد وعد المؤمنين بالنصر ولو حال دون ذلك شيء من الابتلاء والامتحان، إلا أن العاقبة للمتقين. فهكذا ينبغي للمسلمين والمؤمنين في هذا الزمان الذي تكالب فيه الأعداء على المسلمين من كل جانب، وضايقوا المسلمين كما تعلمون، فلا بد من الثبات، لا بد من الثبات، ثم لا بد أيضا من التعاون في مقابلة العدو، أن يتعاون المسلمون وأن لا يتخاذلوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هكذا إذا التقى الحق والباطل وكان للحق أنصار يقومون به، فإن الباطل ينهزم أمام الحق وأهله، كما قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، يعني يموت الباطل، يزهق ويبطل أمام الحق. لكن إذا كان للحق حمله صادقون يحملونه، أما الحق نفسه بدون حمله لا ينتصر، إنما ينتصر بأهله المجاهدين في سبيله. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. إذا كان الحق له حملة يحملونه ويدمغون به الباطل، فإن الباطل يضمحل ويزول. فيجب على المسلمين أن يتدبروا كتاب الله وما فيه من العبر وما فيه من العظات وما فيه من الحكم والأحكام وما فيه من الحلول الناجحة عند اشتداد الفتن. القرآن معهم يرجعون إليه ويحملونه حملا صحيحا ولن يهزموا بإذن الله، لكن لا بد من الصبر ولا بد من الثبات ولا بد من التوكل على الله سبحانه وتعالى، لا بد من هذه الأمور حتى ينتصر المسلمون. فإذا جاءت الفتن لم يثبت إلا أهل الإيمان الصادق، ويتبين المنافقون والذين في قلوبهم مرض يتأخرون وينخذلون، أحوج ما يحتاج إليهم. في غزوة أحد لما جاء المشركون وعسكروا عند جبل أحد وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، في الطريق انخزل المنافقون بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول ورجعوا من الطريق، رجعوا بالمئات، رجعوا والعياذ بالله،
لأن النفاق رجع بهم وأخرهم، ولم يثبت إلا أهل الإيمان الذين مضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الابتلاء والامتحان موجود ويتكاثر ويتضاعف، خصوصا في آخر الزمان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر معالي الشيخ صالح على هذا الإيضاح، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقي بلادنا وحكامنا وعلماءنا كل فتنة. معالي الشيخ، هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، تعلمون معالي الشيخ أهمية التوحيد؟ ماذا لو قرأ الخطباء في خطبة الجمعة من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، بحيث يجعل في كل جمعة باب من أبواب الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فلا يقرأ الكتاب بنصه على المنبر على الناس، يقرأ الباب، ولكن يؤخذ مما فيه من الأدلة ومن كلام العلماء، ويضمن في الخطبة، يضمن في الخطبة. أما أنه يقرأ حرفياً فهذا ليس، لا يكون هذا خطبة، إنما يكون هذا قراءة كتاب. قراءة الكتاب تكون في الدروس والمحاضرات والمجالس، أما الخطبة فهي خطبة، وتضمن من كتاب التوحيد ومن غيره من الأدلة ومن كلام أهل العلم. نعم. وهذا سائل معالي الشيخ يقول: يوجد أحاديث تبين حسن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود كأكله عندهم، ويوجد أحاديث أخرى تحثنا على أن لا نبتدئهم بالترحيب والسلام، كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ ليس بينها تعارض حتى نجمع بينها، والحمد لله. مسألة أننا نبغضهم، ولا نواليهم، هذا واجب، لكن مسألة التعامل الدنيوي بالبيع والشراء ودعوتهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا شيء آخر. فنحن نجمع بين الأمرين، أننا لا نحبهم، ولكن لا يحملنا بغضهم على أن نظلمهم أو نعتدي عليهم، كما أنه لا يحملنا بغضهم على أن لا ندعوهم إلى الله عز وجل، وأن لا نأكل من طعامهم، ولا نجيب دعوتهم. هذا يكون من باب الترغيب لهم في الدخول في الإسلام، فهو من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يحملنا بغضنا إياهم لأجل دينهم، ما هم لأجل أشخاصهم، من أجل دينهم الباطل نبغضهم، لكن ليس معنى ذلك أننا لا نتعامل معهم في المباح، ولا ندعوهم إلى الله عز وجل، أو أن نظلمهم، هذا كله لا يجوز. نعم. هذا السائل معالي الشيخ يقول: نسمع ونرى في كثير من وسائل الإعلام الطعن في كتب ورسائل أئمة التوحيد وعلى رأسهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل نرى حملة شعواء في شتى المحافل لإلصاق التهم كالتكفير وغيرها بهذه الدعوة، وقد تولى كبر هذه الحملة أناس يحسبون على الدعوة والعلم، ما هو موقف المسلم من ذلك؟ هذا ليس بغريب،
المريض يكره الدواء، ما في شك، المريض يكره الدواء لازم يجبر عليه. فهؤلاء مرضى، وكتاب التوحيد وغيره هذا دواء وعلاج يخالف أهواءهم وأذواقهم، فليس بعبرة أنهم يقولون في كتاب التوحيد أو غيره ما يقولون، لأنهم مرضى في قلوبهم مرض، فلا يقبلون العلاج إلا بمشقة. ولا ننسى أنهم قالوا في القرآن، قالوا سحر، وقالوا إنه أساطير الأولين، وقالوا إنه من قول البشر وليس كلام الله، قالوا في القرآن الكريم، وقالوا في الرسول إنه كذاب، إنه ساحر، إنه شاعر. ما نستغرب أن أهل الباطل يقابلون الحق بمثل هذه الأمور، هذا ليس بغريب، لكن الحق ولله الحمد لا يتأثر بهذه المقالات ولا بأهلها، وإنما يرجع ضرر ذلك عليهم هم، على القائلين وعلى نعم. وهذا معالي الشيخ سائل يقول: أنا موظف في أحد القطاعات في إحدى المناطق، وأريد النقل إلى منطقة القصيم، ووجدت البديل ولكنه اشترط مبلغا من المال، هل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ لهذا البديل؟ يا أخي، هذا يتبع النظام، نظام الدولة، فيه نظام للتوظيف ونظام للنقل، فلا بد من اتباع النظام الذي وضعه ولي الأمر، فما وافق النظام فلا بأس، المسلمون على شروطهم، وما خالف النظام فإنه لا يجوز، لأن هذا من معصية ولي الأمر. نعم. والوظائف لا تباع، ليست ملكا لأحد، هي ملك للدولة، لا تباع. نعم. وهذا سائل معالي الشيخ يقول: أحد أبنائي يدرس خارج المملكة في إحدى الدول العربية على حساب الخاص، هل يجوز أن أصرف عليه من الزكاة؟ والله هذا ما هو على إطلاقه، إذا كان دراسته دراسة ليس فيها باطل، ليس فيها باطل بل فيها منفعة، وليس فيها باطل، والرجل مستقيم في دينه وفي عرضه، وهو فقير يحتاج إلى إعانة، فلا بأس، لأن دراسته هذه يحتاج إليها هو وغيره من المسلمين إذا كانت كذا. أما إذا كان إنه إنسان ضايع، أو إن دراسته ما فيها فائدة، فهذا لا يعطى من الزكاة، لا يعان على الشر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا يختلف باختلاف المبتعثين والدارسين في الخارج. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: رجل مات وله مرتب مقداره 4000 ريال، يدخل منها أقساط شهرية، فهل للورثة حق في إنفاق هذا المبلغ على إخوانه وأولاد الميت؟ نعم. رجل يقول: رجل مات وله مرتب ويدخل من هذا المرتب أقساط شهرية، هل للورثة حق في إنفاق هذا المبلغ على إخوانه وأولاد الميت، أم أنهم يجمعون هذا المبلغ حتى يكبر الصغار؟ هذا يا أخي تقاعد، يأخذ نظام التقاعد، الموظف إذا مات يجري له تقاعد، والتقاعد له نظام يمشى عليه، وليس هو ملكا للورثة، وإنما هو حسب النظام الذي رتبته الدولة. نعم. وهذا السؤال معالي الشيخ يقول: هو رجل مولع بالنساء، وهو متزوج، ولكن زوجته رافضة أن يتزوج بأخرى، وهي ما قصرت معي، لكن النساء فتنة، فما إرشادكم بارك الله فيكم؟ الله جل وعلا أباح للرجل أن يعدد
الزوجات، وهذا من صالح النساء. تعلمون كثر العوانس في البيوت، تعلمون، فالله جعل هذا من صالح النساء. أما الرجل فإنه يتحمل وعليه مشقة في التعدد، ويتحمل نفقات ويتحمل، أما النساء فإنها تجد من يؤويها ومن يقوم عليها ومن يعفها، من مصلحة النساء. وكون بعض النساء تكره هذا، تكره الزواج عليها، هذه طبيعية، هذه كراهية طبيعية معروفة، لكن الرجل لا يخضع لها، لا يخضع لها، لكن عليه أن يعدل معها. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كان ما يقوم بالعدل لا يجوز له التعدد، إذا كان يقوم بالعدل الله أباح له التعدد. نعم. وهذا السائل يقول: من المسائل المهمة في دين الإسلام الولاء والبراء، ولكن فهم الناس اختلف لهذه المسألة العظيمة، فنرى منهم من يتساهل تساهلا عظيما، ومنهم من يشدد تشددا عظيما، ما هو الموقف أو ما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ هذا في كتاب الله موضح، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضح. الولاء والبراء أصل من أصول العقيدة، ولا بد منهما، لا بد من موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. لكن ليس معنى البراء العدوان على العدو الكافر وظلمه، وليس معناه تحريم التعامل معه فيما أباح الله من البيع والشراء والاستئجار وغير ذلك. فبعض الناس يغلون في البراء حتى يحرمون ما أحل الله من التعامل مع الكفار فيما أباح الله، ويعتبرونه من الولاء، وليس كذلك، ليس كذلك. ومن الناس من يتساهل في الولاء حتى يجحد وجود الولاء والبراء في القرآن والسنة، ويقول هذا أمر انتهى وراح في الأول، أما الآن فلا يمكن الولاء والبراء. فهذا من العدوان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم بين غال وجاف في الولاء والبراء، بين غال يرى أنه لا يجوز التعامل مع الكفار، ويجوز ظلمهم ويجوز قتلهم ولو كانوا مستأمنين ولو كانوا معاهدين، ولو ويقول هذا من البراء، هذا من الغلو الذي ما أنزل الله، بل مما نهى الله عنه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد والمستأمن، حرم الله قتله ولو كان كافرا. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة، رواه البخاري. فهذا من الغلو في الولاء والبراء، لأنه لا يفهم، ليس عنده فقه، وهذا مذهب الخوارج، هذا هو مذهب الخوارج. ومن الناس من يتساهل في الولاء والبراء حتى يقول الناس سواء، كله إنسان وكله بنو آدم، وربما يقول إن, 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 إن اليهود والنصارى إنهم مؤمنون وإنهم مثل الإسلام، كلهم مسلمون. وهذا من إضاعة، هذا من التساهل والتفريط والعياذ بالله. فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غيره. لا طريق إلى الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الخطاب لليهود، لأنهم ادعوا أنهم يحبون الله، قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
يتساهل بعضهم إلى هذا الحد، يقول كله سواء، اليهودية والنصرانية والإسلام، الأديان الثلاثة، وربما بعضهم والعياذ بالله يقول هذه هي الأديان الإبراهيمية، يجعل اليهودية والنصرانية من دين إبراهيم، والله جل وعلا قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله ولي المؤمنين. فأولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه في إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه في ذلك. فيتساهل في الولا والبراء حتى يزعم أنه لا ولا ولا براء وأن الناس كلهم سواء وأن الإنسانية والمواطنة وما أشبه ذلك، يخلط هذا مع هذا. والواجب التميز وبيان الحق من الباطل والتفصيل، وهذا لا يقدر عليه إلا أهل العلم، لا يقدر على هذا إلا أهل العلم الراسخون في العلم، هم الذين يميزون في هذه الأمور. ولا يجوز لأحد أن يفتي فيها أو أن يدخل فيها بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول أنا إمام مسجد وقد جمعت هذا اليوم في هذه الظروف الصعبة من الغبار، فما حكم صلاتي؟ ما يصح الجمع، أقول ما يصح الجمع وهو ما معه مطر يبل الثياب ولا وحل، ما يصح لمجرد العواصف أو الغبار، هذا ما جاء فيه أنه يجمع، لا من السنة ولا من عمل المسلمين أنهم يجمعون للغبار. نعم. فعليكم أن تعيدوا الصلاة، تؤذنون في مسجدكم وتعيدون الصلاة. نعم. هذا السائل معالي الشيخ يقول كيف يعرف المسلم أنه واقع في الفتنة؟ يعرف إذا يعرف هذا بالعلم، يعرف أنه واقع في الفتنة إذا درس وتعلم، فإنه يعرف أنه قد وقع في الفتنة. أما إذا كان جاهلا فإنه لا يدري، وربما يظن أنه على حق وهو ليس كذلك، فلا يتميز هذا إلا بالعلم النافع. وإذا كان إنه ما يستطيع يتعلم يسأل أهل العلم، يسألهم عن هذا الشيء، هل هو ولا وبرى أو ليس كذلك، هل هو في فتنة واقع في فتنة أو ليس واقعا في فتنة، أهل العلم يميزون له. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل هل هذا الزمن هو الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن القابض على دينك القابض على الجمر، وما حكم تطبيق أحاديث الساعة على هذه الأوقات؟ ما نجزم يا أخي إن هالوقت أنه هو الذي يكون القابض فيه على دينك القابض على الجمر، لا نجزم بهذا، لكن نقول إن هذا سيأتي، لأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأتي. وأما الجزم هذا يحتاج إلى دليل. نعم. وهذا السائل معالي الشيخ يقول هل ما يقوم به رجال الأمن من متابعة للإرهابيين والفئة الضالة يعتبر من الجهاد في سبيل الله؟ لا شك في ذلك أن هذا من أفضل الجهاد في سبيل الله، لأن هذا فيه دفع الشر عن المسلمين وقمع الباطل، توفير الأمن للمسلمين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم. وهذا السائل معالي الشيخ يقول أنا عسكري في إحدى الجهات العسكرية وأصرف مخالفات مرورية من سرعة وقطع إشارة وغيرها، لكننا نتجاوز أحياناً عن بعض الناس لمعرفة أو هيبة أو مكانة، ما حكم ما نقوم به؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أنكم تحيفون مع أحد أو تظلمون أحداً، لا بد من العدل، تطبيق النظام
على الجميع، لا بد من تطبيق النظام على الجميع، لا يطبق على بعض ويرفع عن بعض. نعم. وهذا سائل معالي الشيخ يقول: لقد انتشر بين الناس في بعض المناطق أثناء العزاء أنهم يجعلون مأدبة للعشاء والغداء في منزل المتوفى، محتجين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشهد جعفر بن أبي طالب، علما أن هذه الحال تستمر 3 أيام. نريد بيان الضابط في تقديم العزاء. هذا مما أحدثه الناس، وسيكلف الناس عنة ومشقة، فينبغي ترك هذا الشيء ويكتفى بأمرين. الأمر الأول أن تعزي المصاب إذا لقيته، سواء في الشارع أو في المسجد أو في المكتب أو في المتجر، أو تتصل عليه بوسائل الاتصال وتعزيه بأن تقول: أحسن الله عزاءك، جبر الله مصيبتك، وغفر لميتك. هذا أمر. الأمر الثاني ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصنع طعام بقدر حاجة أهل الميت، بقدر حاجة أهل البيت، أهل الميت، ويدفع إليهم لأنهم مشغولون بالمصيبة. لا يعمل ولائم وينصب خيام وسرادقات وما أشبه ذلك، هذا كله هو إلى الجزع أقرب منه إلى العزاء، وهو محدث ولا يجوز هذا العمل. نعم. وهذا طلب من أحد الإخوة، يقول: عنيزة، تسعد بك معالي الشيخ كلما حللت ضيفا عليها، مع أننا نعتبرك واحدا منا، لكن بعد فقد الشيخ العلامة بن عثيمين فإننا نفرح بأمثالكم ومحاضراتكم. جزاكم الله خيرا، وهذا يدل على خير، وإن كنت أنا لست بهذه المنزلة ولا أبلغ مرتبة المشايخ، ولكن هذا من حسن الظن، وجزاكم الله خيرا. نعم. معالي الشيخ، يقول هذا السائل: ما موقفنا نحن طلبة العلم من بعض طلاب العلم الذين يأتون بالأقوال الشاذة وينشرونها بين الطلاب أو بين العوام؟ لا يجوز هذا، لا يجوز نشر الأقوال الشاذة والخلافات والنزاعات، هذا لا يجوز، لأنه يحدث تساهلا عند الناس، أو يحدث حيرة واضطرابا عند الناس، فلا يبحث عن الأقوال الشاذة والخلافات وتنشر على الناس، هذا يحدث شرا وفتنة، ويحدث ارتباكا عند الناس. نعم. هذا معالي الشيخ سائل يقول: لقد وجدت رسالة قدم لها فضيلتكم، فيها معلومات قيمة، وفيها تحذير من أشخاص معينين بأسمائهم وأنهم أهل بدع وضلالات، واستفدت منها، لكنني وجدت من يقول عنها إن هذه رسالة تثير فتنة وهي تسب العلماء، فعليك بعدم قراءتها. ما هو توجيه فضيلتكم؟ أنا لا أبرئ نفسي ولا أزكي نفسي، قد أخطئ، لكن إذا وجدت فيها خطأ مخالف للكتاب والسنة فنبهنا عليه. أما أنك تقول إنها ما تصلح من باب الهوى والإشفاق على الناس الثانين، هذا لا يجوز، هذا من الحيف. قل الحق ولو على نفسك يا أخي. أنا مستعد إذا وجدت خطأ في هذا الكتاب فحرره وأرسله إلي، وأنا مستعد للرجوع عنه إن شاء الله. أما مجرد أنه ما يوافق مزاجك أو ما يوافق مزاج فلان، هذا لا يكون مقياسا لكتب أهل العلم. نعم. معالي الشيخ، هذا سائل يقول: رجل قال لزوجته عن طريق التليفون وهي في بيت زوج أختها في بلد آخر. نعم. يقول: رجل قال لزوجته عن طريق التليفون وهي في بيت زوج أختها في بلد آخر: إذا لم ترجعي إلى البيت اليوم، أي بيت زوجها، يقول: إذا لم ترجعي إلى البيت اليوم لا تلزميني. ولم ترجع في نفس اليوم واعتذرت بعدم وجود مواصلات، فهل تعتبر بهذه الكلمة طالق؟ هذا أمامه المحكمة الشرعية، يذهب إلى المحكمة الشرعية
والقاضي إن شاء الله ينظر في موضوعه ويفتيه بما يظهر له. أمور الطلاق ما يفتى فيها، لابد من حضور الشخص وحضور المرأة أحيانا إذا استدعى الأمر ذلك، ولابد من تسجيل ما صدر وكتابته وتوقيعه عليه، وأخيرا لابد من إدخاله في الكمبيوتر علشان ما يحصل من الشيء في المستقبل ويجحد هذا الطلاق اللي مضى. لازم من ضبط الأمور، فلازم تروح تذهب للمحكمة يا أخي. نعم. وهذا سائل معالي الشيخ يقول: أرجو توضيح الآية التي في مصارف الزكاة، يقول الله تعالى: والعاملين عليها، لأنها استخدمت من بعض ضعاف النفوس بأخذ الشيء من غير حقه. العاملين عليها هم الذين يقومون بجبايتها وكتابتها وتوزيعها على المستحقين، وهؤلاء ينصبهم ولي الأمر ويعطيهم على عملهم من قبل ولي الأمر. ما هو كل واحد يحط نفسه ويجمع ويقول أنا من العاملين عليه. من اللي نصبك؟ من اللي جعلك؟ أنت اللي حطيت نفسك، ولا حطك فلان وعلان من عامة الناس؟ ما يصلح هذا. هذا من صلاحيات ولي أمر المسلمين. نعم. ويقول هذا السائل معالي الشيخ: في زمن الفتن والابتعاد عنها والزنا أعاذنا الله وإياكم منه، ما هو حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار من حيث العقد ومن حيث الشهود ومن حيث المهر، إجراءات العقد صحيحة، لكن ما فيه من فوائد النكاح إلا شيء واحد، وهو قضاء الشهوة فقط. ليس فيه قوامة على المرأة، ليس فيه محافظة على المرأة عند الزوج وفي بيت الزوج، ليس فيه خدمة المرأة لزوجها، ليس فيه رعاية الأولاد إذا قدر بينهم أولاد. ففيه نقائص كثيرة، فيه نقائص كثيرة عن الزواج الشرعي. فهو وإن صح من جهة العقد، لكنه ناقص نقصا عظيما، ولا ينبغي للمسلم أن يدخل فيه. نعم. لكن من ناحية الصحة فهو صحيح. صحيح، لكن ما يترتب عليه أحكام الزواج المطلوبة والمصالح الزواج المطلوبة، يفوت مصالح كثيرة. نعم. هذا سائل معالي الشيخ يقول: اشتريت قطعة أرض أمسك بها مالي ناويا الاحتفاظ بها إلى حاجتي إليها، قربت المدة أو بعدت، وهي لدي الآن في ملكي منذ 3 سنوات ولا زالت عندي، فهل فيها زكاة؟ لا، ما دام انك ما نويتها للبيع وانما تنويها للحاجه، اذا احتجت اليها تبني عليها وتسكنها، هذه عقار وليس فيها زكاه حتى تنويها للبيع. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لي اثناء السجود في الصلاه بعد قولي سبحان ربي الاعلى أن أدعو وأقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ناوياً الدعاء للقراءة؟ لا تقرأ في السجود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، إنما يقرأ القرآن في القيام. نعم. وهذا سائل يقول: ألاحظ على بعض طلاب العلم التعالي على الآخرين والغلظة وعدم الرحمة وعدم استصحاب نية الدعوة مع الآخرين وترك تطبيق العلم، ما هو إرشادكم وتوجيهكم؟ الإرشاد أن يتقوا الله وأن يعملوا بعلمهم، ومن العمل بالعلم الإرشاد والتوجيه والتواضع وحسن التعامل مع الناس. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا يتكبر على الناس ويستغلظ على الناس أو يترك الدعوة إلى الله، فهذا لا شك أنه تعطيل للعمل بالعلم. نعم. هذا سائل معالي الشيخ يقول: ما صحة من يقول الخلاف رحمة؟ الخلاف ليس رحمة، وإنما هو عذاب،
ولهذا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني الذين لم يختلفوا هؤلاء هم الذين رحمهم الله. فكيف نقول إن الخلاف رحمة؟ خلاف عذاب. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحك، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فلا يجوز أن يقال الخلاف رحمة. وما يروى أنه حديث ليس بحديث، يقال أنه حديث لكن لم يثبت أنه حديث. فالرحمة إنما هي في الاجتماع، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الرحمة في الاجتماع لا في الاختلاف. نعم. كثير من الأسئلة معالي الشيخ تقول أسألك بالله أن تلقي هذا السؤال، ما رأيكم في هذه الكلمة؟ ما ندري وش السؤال، أنت تعرف إنسان السؤال فيه محذور اتركه، إنسان ما فيه محذور فيه فائدة هاته. نعم. طيب، يقول أريد أن تبين لي من هو الذمي في الشرع المطهر ومن هو المعاهد. سهل، الذمي الذي يدفع الجزية ويكون تحت ذمة المسلمين حكم الإسلام، هذا هو الذمي. والمعاهد هو الذي يتم بيننا وبينه عهد ولم يدفع الجزية، لكن بيننا وبينه عهد أمان، عهد أمان وعدم يعني حرب بيننا وبينه، وضع الحرب كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية على وضع الحرب، تضع الحرب أوزارها بين المسلمين وبين المشركين مدة محددة، هذا هو العهد. وقد يطلق العهد على الذمة أيضا، فيقال للذمي معاهد، يقال له معاهد. أما إذا جمع بينهما قل ما هو الفرق بين الذمي والمعاهد، نقول الذمي الذي يدفع الجزية والمعاهد الذي بيننا وبينه عهد على ترك الحرب ولكن لا يدفع الجزية. نعم. وهذا السائل يقول انتشر بين كثير من الناس السكوت عن الأخطاء الشرعية التي يقع فيها بعض الدعاة حتى ولو كانت في أخطاء في العقيدة بحجة مصلحة الدعوة أو عدم تفريق الشباب، فما قولكم في ذلك؟ لا بد من النصيحة، لا بد من التناصح، أنتم لا تظهرون للناس ما بين الدعاة من الاختلاف، لكن واجب التناصح والاتفاق والتعاون على البر والتقوى. نعم. وهذا سائل معالي الشيخ يقول ما حكم استقدام عمال غير مسلمين بحجة أنهم أفضل من المسلمين بإتقان الأعمال والأمانة؟ هذا لا يجوز، لا يجوز استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين لما ينشرونه من الكفر والشرور وغير ذلك من المحاذير. وهناك عمال مسلمون ولله الحمد أحسن عملا منهم، ويكون مالنا بأيدي إخواننا ينتفعون به، فلا يجوز استقدام الكفار. وهناك من العمال المسلمين من يقوم بالواجب. نعم. أيضا المفروض إخلاء جزيرة العرب من الكفار، فالذي يستقدمهم يكون مخالفا للحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقوله لا يكون فيها دينان. وإن كان هذا عامل ويروح، لكن الغالب بعضهم ما يروح، يستوطن، ربما يستوطن، وإذا استوطن فإنه هذا لا يجوز أنه يمكن من الاستيطان والبناء في بلاد المسلمين. نعم. هذا سائل معالي الشيخ يقول هل يجوز أن أعطي الزكاة لعمال سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين حيث لا يخفى عليكم حاجتهم الماسة؟ أما غير المسلمين فلا تجوز الزكاة لهم، الزكاة لا تجوز إلا للمسلمين، فقراء المسلمين. قد تعطى للكافر في صفة التأليف المؤلفة قلوبهم، الكافر الذي يخشى شره وإذا أعطي من الزكاة يندفع شره أو يكف قومه عن أذية المسلمين فيعطى من الزكاة من أجل التأليف، فلا مانع أنه يعطى ولو كان كافرا دفعا للشر عن المسلمين. وهذا من صلاحيات ولي الأمر، هذا من صلاحيات ولي الأمر، ما هو من صلاحيات كل أحد. إعطاء المؤلفة قلوبهم هذا من صلاحيات ولي أمر المسلمين.
أما إعطاء العامل المسلم فهذا يجوز، لكن بشرط أن لا تحسبه من أجرته أو من أجل أن ترغبه في العمل عندك أو ما أشبه ذلك. إذا كنت تعطيه لله، تعطيه لله، ما تعطيه من أجل ترغيبه في العمل عندك أو من أجل أنه يتقن العمل عندك أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، لأن هذا تعود مصلحته لك. نعم. وهذا سائل معالي الشيخ يقول: هل أجر جماعة المسجد الأولى يختلف عن أجر الجماعات التي تأتي بعدها؟ لا ينبغي، لا ينبغي التأخر عن صلاة الجماعة، لا ينبغي تعمد، لا يجوز، لا يجوز تعمد هذا، لا يجوز انقسام المسلمين إلى جماعات في مسجد واحد، إنما يجوز إقامة جماعة ثانية إذا فاتت الأولى من غير تعمد، فاتت الأولى من غير تعمد للتأخر، أن جيت تريد الأولى لكن فاتتك، هنا لا بأس بإقامة جماعة واحدة. أما أن يتعمد هذا ويتثاقل بعض الناس ويقولون نطلع جميع ونصلي بالمسجد ولو صلى ولو ولي، هذا ما يجوز، هذا تفرق ولا يجوز التفرق. نعم. وهذا طلب نطلبه نحن وجميع أهالي عنيزة، يقول الطالب ونحن نؤيد هذا الطلب معالي الشيخ، يقول: نرغب من معاليكم أن يكون في لكم في هذه البلدة لقاء شهري حتى تعم الفائدة، وفقكم الله لكل خير. نرجو ذلك إن شاء الله. نعم. هذا السائل معالي الشيخ يقول: أنا من بلد عربي مقيم في السعودية، يصدف أن يتم إعلان بدء شهر رمضان في بلدي قبل السعودية وإعلان العيد قبل السعودية أيضا، فإذا بدأت الصيام في السعودية وغادرت لبلدي قبل العيد يكون ما صمته فقط 28 يوما، ما الحكم؟ حكمك حكم البلد الذي ذهبت إليه، إن أفطروا تفطر معهم ولو كان الأيام ناقصة، فتقضي ما نقص، تقضي ما نقص بعد العيد، ولا تصمهم مفطرون، وكذلك تصوم معهم حتى لو زادت الأيام، تصوم معهم، قوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، والأضحى يوم تضحون، ولا تختلف عن المسلمين الذين ذهبت إليهم، يكون حكمك حكمهم في الإفطار، وحكمك حكم البلد الذي جئت منه في بداية الصوم. نعم. هذا السائل عن زواج المسيار يقول: ما حكم اشتراط عدم الحمل في زواج المسيار؟ هذا من الآفات، هو المطلوب من أعظم المقاصد من الزواج وجود الحمل والذرية، إذا شرط عدم الحمل فهذا من الأضرار، وهذا لا يجوز. نعم. يقول السائل معالي الشيخ: بعض الناس يرى أن الاحتفال بالمولد النبوي مع أنه محدث فإنه يشابه بعض الاحتفالات التي تحتفل بأيام أخرى، إيش مثل؟ يقول: كاليوم الوطني. لا يا أخي، الاحتفال بالمولد هذا ديني، يعتبرونه من الدين وهو بدعة، أما الاحتفال باليوم الوطني فهذا من التشبه، من التشبه بالكفار ليعظمون أيامهم ومناسباتهم، هذا من التشبه بهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. هذا سائل معالي الشيخ يقول: إني أحبك في الله، أسأل أن يحفظ الله تعالى بلاد المسلمين جميعا، ما حكم الجهاد في سبيل الله مع المحاكم الشرعية في بعض البلاد وأمرهم مجمع وهم على خير عظيم؟ الجهاد من صلاحيات ولي الأمر الذي أنت تحت ولايته، فإذا جند ولي الأمر الجيوش تقدم أنت واكتتب فيها، أو إذا استنفرك الإمام يجب عليك النفير، فهو من صلاحيات ولي الأمر وأنت تحت ولايته. نعم. وهذا شخص يقول: إذا كنت في صلاة السنة الراتبة وأقيمت صلاة الفرض فهل أقطعها مع العلم أنني قد أنهيت الركعة الأولى؟
الأولى أنك إذا كنت في آخرها تكملها، تكملها وإذا سلمت تقوم وتدخل مع الإمام. أما إذا كنت في أولها فإن الأولى أن تقطعها لأنه سيمضي عليك وقت. نعم. وهذا سائل يقول: شخص يجد في ثيابه الداخلية أثرا من أثار النجاسة مما يضطره لتغيير ملابسه الداخلية مرتين أو ثلاث مرات يوميا، فهل يجوز له الصلاة به وذلك للمشقة التي يجدها في تغيير ثيابه؟ هذا يختلف، إن كان عنده وسواس يترك الوسواس، يعني بعض الناس عنده وسواس ويرى أنه دائما نجس ودائما خرج من الشيء وليس الأمر كذلك يترك الوسواس، أما إذا كان واقعا يخرج منه نجاسة فلا بد من إزالة النجاسة، فيجعل له ثوبا للصلاة إذا أراد يصلي يلبس أو يغسل النجاسة التي في ثوبه ويصلي فيه، لا بد من إزالة النجاسة. نعم. هذا سائل معالي الشيخ يقول: ما هي كفارة العادة السرية؟ توبة إلى الله، وإن كانت في رمضان في نهار الصيام يقضي اليوم. نعم. هذا معالي الشيخ يقول: لا شك أن الفتن في هذا الزمان كثيرة خاصة بين المؤمنين والمنافقين، وهذا لا غرابة فيه، لكن الأمر الذي يجعل أهل الإيمان في عجب وقوع الفرقة بين أهل الدين والصلاح، ومن أسباب ذلك التنازع والتفرق عند الاختلاف في رأي عالم أو لأجل الأخذ برأي عالم آخر ولا تتسع نفوسهم للخلاف، ما هو توجيهكم في هذه الحال؟ في فرق بين النفاق والتعصب. النفاق عافانا الله وإياكم منه، هذا خطير جدا، أما التعصب هذا قد يقع من بعض المسلمين لمذهب أو لشخص أو لبلد أو لقبيلة، هذا يكون من الجاهلية، يكون من أمور الجاهلية، لأن التعصب للآراء أو التعصب للقبائل أو التعصب للأشخاص هذا يكون من أمور الجاهلية، فعلى المسلم أن لا يتعصب إلا للحق، يتبع الحق ولو كان مع من يكرهه أو من لا يريده، يتبع الحق مع من كان. نعم. هذا سائل معالي الشيخ حفظك الله يقول: يوجد عندنا في الشركة نظام للتقاعد المبكر لمن يبلغ 50 عاما، وأنا في الحفيظة البطاقة قد بلغت ذلك لكن في الحقيقة لم أبلغ هذا السن، فهل يجوز لي أن أستفيد من ذلك؟ حسب النظام هذا، إذا أعطيتهم الحقيقة وقلت أنا بلغت في الحفيظة لكن لم أبلغ في السن وتسامحوا لك في هذا فلا بأس. نعم. وهذا السائل معالي الشيخ يقول: كيف نرد على الذين يتبعون ما تشابه من الأحاديث بقولهم إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، وكانوا يكشفون عن وجوههم وأيديهم ويحصرون عن رؤوسهم بحضرة الأجانب؟ هذا كذب، هذا كذب على الصحابة. نعم، كان الرجل وزوجته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كانوا يغتسلون من إناء واحد ويتوضؤون من هذا الرجل مع زوجته، أما الرجل مع غير زوجته فهذا أمر لا يجوز، وهذا من الكذب على رسول الله وعلى صحابته وعلى المسلمين، فيجب على من قال ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. وهذا سائل يسأل عن شركة تشترط أن تشتري منها ثم تسوق لها منتجاتها. نعم. يسأل عن شركة سماها في السؤال، يقول: تشترط هذه الشركة أن تشتري منها ثم تسوق لها منتجاتها وتعطي على كل مشتري ما يعادل 41 دولار، ما حكم الاشتراك فيها؟ هي صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم هذه العملية، تحريم هذه العملية لأنها من الخداع ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم. يسمونها العقد الهرمي أو التعامل الهرمي. نعم. وهذا سائل يقول إنه مبتلى بالنظر المحرم من النساء والمردان، ما هي وصيتكم له ولغيره؟
أن يعمل بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. عليه أن يغض بصره وأن يتوب إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب. نعم. جاء وقت الأذان. طيب. وهذا السائل يقول: ماذا يفعل المسلم في فتنة النساء إذا أغرته امرأة بجمالها وزينتها وصوتها؟ أن يتقي الله عز وجل ولا ينظر إلى النساء ولا يسمع إلى أصواتهن وفيها فتنة، ولا يختلط معها. عليه أن يبتعد، ينجو بنفسه وينقذ دينه وينقذ عفته من فتنة النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. قال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. عليه أن يتقي الله ويبتعد عن فتنة النساء. نعم. وهذا سائل معالي الشيخ يقول: ما حكم تخلف الإمام والمؤذن عن وظيفة الإمامة والأذان في المسجد المعين فيه، وما هو الحد المسموح فيه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز للمؤذن أن يتخلف عن الأذان، وإذا عرض له عارض يوكل من يؤذن، ولا الإمام يتخلف عن الإمامة إلا إذا عرض له عارض، فإنه يوكل من يقوم بالإمامة. أما التخلف بدون توكيل وإنابة من يقوم هذا لا يجوز، وهذا ينبغي أن يبلغ عنها الجهة المسؤولة عن المساجد لتحضره ولتناصحه أو تستبدله بغيره. لا يجوز أن تهمل المساجد، تترك يتلاعب فيها هؤلاء. نعم. هذا السائل يقول: معالي الشيخ، أمتلك مالاً وصلني على دفعتين أو ثلاث في تواريخ مختلفة وأريد تزكيته، فكيف يكون ذلك؟ نعم، هذا يأتي على الموظف الذي يوفر كل شهر من راتبه شيئاً، فهذا لا يسعه إلا أن يجعل ميقاتاً محدداً من السنة يدفع زكاة ما اجتمع لديه مما حلت زكاته ومما لم تحل، يعني مما تم عليه حول وما لم يتم ويكون معجلا إلى مثله من العام القادم، وبهذا تبرأ ذمته ويحصل على السهولة في إخراج الزكاة، وهذا الذي عليه العمل الآن وعليه الفتوى. نعم. نعم. الله
نعم. بارك الله فيكم. ذكرتم قبل قليل عن قول السائل: كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد. يقول السائل: هذا رواه البخاري عن ابن عمر. هذا في الزوج مع زوجته يا أخي، ما يمكن يتوضأ الأجنبي مع أجنبية من إناء واحد وهي كاشفة لوجهها وتكشف يديها وعضديها وذراعيها، هذا ما هم ممكن. هذا في الزوج مع زوجته. نعم. وهذا سائل معاني الشيخ يقول: هل على المسلم دائما أن يشدد على نفسه ويتبع الفتاوى المتشددة أو المتمسكة ابتعادا عن الفتن؟ تشدد اعتباري، بعض الناس يعتبر الفتوى الصحيحة تشدد، يعتبر الفتوى الصحيحة القائمة على الدليل يعتبرها تشدد لأنه يريد التساهل، بينما بعض الناس الآخر الجانب الآخر يرى أن الفتوى التي فيها تسامح صحيح بالدليل يقول هذا تساهل. التساهل والتشدد يختلف في اعراف هؤلاء، لكن التشدد الحقيقي هو الخارج عن الحق، هو الزيادة عن الحق، والتساهل هو الخارج عن الحق، فهذا يخرج من الحق من أعلى وهذا يخرج عن الحق من أسفل، والوسطية هي خير الأمور. نعم. هذا السائل معالي الشيخ يقول: هل من حق الخاطب أن يمنع خطيبته عن العمل؟ وهل من حقه أن يأمرها بالنقاب في فترة الخطوبة؟ يشترط عليه، أنه يشترط أنها لا تعمل، إذا تزوجها إنها لا تعمل يعني لا تتوظف، ويشترط إيش؟ النقاب. وكذلك يشترط عليها أن تلتزم بالحجاب، يشترط عليها قبل العقد. نعم. وهذا سائل يقول: أقع في بعض الذنوب عدة مرات ثم أتوب ثم أعود مرة أخرى، فهل من الممكن أن يغفر الله لي؟ نعم، كرر التوبة الصحيحة ويغفر الله لك، ولا تيأس، لا تيأس تقول أنا تبت ولا التزمت بالتوبة ووقعت مرة ثانية فلا يغفر لي، هذا من الشيطان. كرر التوبة الصحيحة، كل ما تكرر منك ذنب كرر التوبة الصحيحة ولا تيأس من رحمة الله. نعم. هذا سائل معالي الشيخ أحسن الله إليكم يقول: ذكر في القرآن أن العسل فيه شفاء، فهل جميع أنواع العسل حتى التجارية منها أو هو نوع محدد؟ نعم. يقول: ذكر في القرآن أن العسل فيه شفاء، فهل جميع أنواع العسل حتى التجارية التي تباع في البقالات فيه شفاء أو هو نوع محدد من العسل؟ العسل الصحيح، العسل الصحيح هو الذي فيه الشفاء، أما العسل اللي ما هو صحيح ولا خالص أو مغشوش فهذا ما ينطبق عليه اسم العسل، يصير مغشوش، مجعول معه سكر، مجعول معه مواد حلوة، هذا مغشوش ليس عسل. أو النحل يأكل من يعطى من أشياء سكر أو يعطى من، هذا لا يصير عسل صحيح. العسل الصحيح أن يكون النحل يرتشف من الزهور، من الزهور الطيبة النقية، هذا هو العسل الصحيح. أما ما يعطى للنحل من الأشياء الأخرى فهذا يخرج العسل عن أصله ويجعله عسلا مغشوشا. نعم. وأهل الفن يعرفون، أهل الفن يعرفون العسل الصحيح من العسل المغشوش. نعم. هذا سائل معالي الشيخ يقول: ما حكم رفع الأيدي بالدعاء بعد كل نافلة من نوافل الفرائض؟ بعد النافلة لا بأس، إنما الذي لا يجوز بعد الفريضة، لأن هذا لم يرد، يدعو بعد الفريضة لكن لا يرفع يديه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا سائل يقول: تعاهدت بيني وبين بنت خالتي على الزواج عندما يتيسر حالي، وهذا بيني وبينها فقط، ما حكم الدين في ذلك؟ لابد من طريق الولي، لابد من طريق الولي، هي ليس لها ولاية على نفسها
إنما عن طريق الولي. نعم. وهذا سائل معالي الشيخ يقول: هل ما يحدث في الدول الإسلامية من احتلال بعض الكفار لها هو ما حدثنا عنه الرسول الكريم أن الأمم تجتمع عليكم كما تجتمع الأكلة على القصعة؟ هذا منها، نعم، هذا من مما يتناوله الحديث، سواء استولوا على البلد أو أنهم لم يستولوا عليه لكنهم تدخلوا فيه وأخذوا من ثروته، يدخل هذا. نعم. هذا السائل أيضا على تعقيبا على سؤال إجابتكم على العزاء يقول: عندنا ناس يأتون من خارج هذه البلاد، فما حكم إضافتهم وضيافتهم؟ لا داعي أنهم يجون من خارج البلاد، هذا تضخيم للعزاء. العزاء اللي يحتاج إلى سفر هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، العزاء اللي يحتاج إلى سفر، خصوصا وأن اليوم تيسرت وسائل الاتصال بالتلفون بالجوال، فيعزيهم ولا حاجة إلى سفر. نعم. يقول هذا السائل معالي الشيخ: كثيرا ما نسمع في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية التحذير من الإرهاب والفئة الضالة وأصحاب الفكر المنحرف، فما هو ضابط ذلك؟ لا يخفى عليكم أن الذين يكفرون المسلمين ويكفرون الدولة وولاة الأمور ويكفرون المسلمين هذولا هم أهل الفكر المنحرف، والذين يعتدون على الآمنين ويقتلون ويفجرون في البلد هؤلاء من أهل التخريب ومن المفسدين في الأرض، هذا شيء ظاهر عليهم. نعم. هذا سائل معالي الشيخ يسأل عن صحة هذا الحديث: إذا بلغ الرجل 40 ولم يكن خيره غالب على شره فليجهز نفسه إلى جهنم. ما أدري والله، هو بلازم، قد يبلغ 90 وهو على ضلال ثم يتوب ويتوب الله عليه، أو 100. الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. أما أن نقول أنه بعد 40 يتجهز الجهنم، هذا ما ينطبق على الأحاديث الصحيحة. نعم. وهذا سائل معالي الشيخ يقول: رجل أتته مصيبة فنذر لله، إذا فرج الله عنه هذه المصيبة ترك هذا المحرم الذي يفعله. نعم. يقول: رجل يفعل محرم فأتته مصيبة فنذر لله، إن فرج الله عنه هذه المصيبة ترك هذا المحرم، ففرج الله عنه هذه البلوى لكنه عاد إلى المحرم، فما هو الواجب عليه؟ أولا يجب عليه أن يترك المحرم ولو ما نذر، يترك المحرم توبة وطاعة لله عز وجل. ثانيا، ما دام أنه نذر ورجع إلى الفعل كن عليه كفارة يمين، كفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام مع التوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة. نعم. لعل هذا السؤال هو الأخير. يقول السائل: من أصبح غارما بدية قتل بمبلغ كبير، وقام رجال بجمع هذه الدية وجمعوا الدية لكن المبلغ زاد عن الدية، وقام من جمع هذه الدية بتوزيع المبلغ الفائض بينهم بحكم أنهم من العاملين عليها، هذا في الزكاة ما هو في الدية، العاملين عليها هذا في الزكاة ما هو في جمع الديات، هذه واحدة. الثانية أن الواجب عليها أن يرد المبالغ إلى أهلها الذين تبرعوا بها، إلا إذا سمحوا بها